مرحبا مبروك على المغاربه كاملين. كنشوفوا الناس تعودوا عليا داك رمضان انا اللي درت الليمون والفوني، وهذا العام هذا في الايامات اللي قبل كانوا كل نهار تيبقاو يقولوا لي ايمن واش كاين الليمون هذا العام، واش كاين الليمون هذا العام. حفزوني بزاف، وفاش رجعت بفيديوهات وفاش شفت الناس كيبقاو يحفزوني حفزوك صافي والله غنرجع الليمون، وما خصنيش نرجع لهم بحال شحال هادي كما شفت الناس وقفوا معاك. وملي شفت الناس كتقول لي خصك دير خصك دير خصك دير، يا هذيك زدت انفيستيت في المشروع ديالي كيفاش خديت كريريسه لوغوات في القراعي الفيسا، ولا خدام معايا واحد الدري وخدام معايا واحد ليكيب اللي مورا هادشي، ونتمنوا ان شاء الله يكون خير. تقريبا ملي جيت تشوف داك الشيء لقيتو كامل غير ساركازم كلشي، حيت خصك تعرف بان الناس ضروري خصها تشد فيك. وما عارفين الحقيقه، عارفين داك الشيء غير ب 20 درهم، عارفين كلشي، مي الناس ضروري خصها تشد فيك خصها تضحك معاك. كاين واحد الحاجه سميتها الساركازم، ما خصكش تاخذها بجديه، كاين شي حاجه خصك تاخذها بجديه وتحاول ما تاخذهاش بجديه. كيفاش انا ما عنديش مشكل في هذا الشيء، وبالعكس انا كنبارطاجي هذا الشيء، انا كنضحك على هذا الشيء، ما عنديش مشكل، والناس كامله راه عارفه الحقيقه اش كاين. ما كاين هذا الشيء، هذا الشيء ما كيتخاتش بجديه. هي حيت كاينه مفاجاه ان شاء الله مورا رمضان، ما بغيتش نقولها دابا، داك الشيء اش كاين معايا الدري ان شاء الله، نتمنوا تكون مداومه، ونتمنى ان شاء الله باغي ما بغيتش نقولها دابا خليها تكون مفاجاه. ما خدوش معايا غير هكاك، وزائد ولد دربنا وقرا معايا من الصغر، وراه كيما شي يد وحده ما كتصفقش. 430 كيلو غير 500 ديك اللي بقى ديالو هو نيش. الليمون كان طالع قبل ما نبعدو، اما فاش بعدنا طلعنا بزاف لقيناه رخيص، واصل بين 56 و 140 ما عقلتش مزيان، اما في المناطق شويه اللي بعاد واصل 60 ريال، وقالوا لينا بان اليوم غيطلع. انا اليوم ما عرفتش شحال داير، يلا غدا ان شاء الله غنتقدا عاوتاني السلعه تقادات ليا، وانا عارف واش غيكون طلع ولا ما طلعش. مي كيقولوا بان الليمون راه غيطلع، هادشي اللي تيقولوا ما تنقولش انا. الصراحه ما موعدني حتى شي واحد، وما قلت حتى شي واحد، هادشي كيجي لراسو، داك الشخصيه المشهوره هو اللي كتجي بديره منه كيجي عندي لراسو. انا ما تنعرضش ما تنعيط ما والو، غير داك كنبغي داك المشهور يجي هو يكبر بيك. اما الا كنت غنقول لي اجي عندي وهادي وهادي كتجي شويه ناقصه، اما ملي كيجي كيكبر بيك هذيك هي الدنيا وما فيها. وش ضروري غتفرح، ضروري كتشوف واحد كتشوفه غير في التلفازه ولا كتشوفه غير عندك في انستغرام كيجي عندك وكيكبر بك، باينه غتفرح. انا غير متابعين وكنفرح بهم على الله، الا يجي عندك واحد مشهور. كانت عندي فكره انني نديرو ديما، غير كانوا طراو لي شي مشاكل شي حوايج ما بغيتش نشاركهم، مي غنحاول هذا العام ان شاء الله غنحاول، ما عطيت حتى شي وعود دابا، غنحاول تكون ديما ان شاء الله، وتقدر ما تكونش ليمون تكون حاجه اخرى. والناس راه اللي متبعيني في انستغرام وفي هادشي راه غيكونوا عارفين ضروري غنوصل لهم المعلومه. تبدلات البلاصه حتى هي لاسباب اخرى عاوتاني ما نقدرش نقولها. بغيت نقول لكم مي باقي حداها في الرنجير بورغون، مرحبا بكم كامل. كلمه جمعة كنشكركم بزاف، واواشر مبروكه، وبلا بكم راه ما نتحفش وندير هادشي كامل ونوصل هادشي كامل، ونتمنى مازال تزيدوا تقووني بديك الانرجي بوزيتيف ديالكم بالحضور بلا ميساج بلا كومونتير بالزنقه. تبارك الله اللي كطوفوا، بغينا الليمون نطوفوا. كنشكركم بزاف، والله يسهل على الجميع، والله يسهل على اي واحد باغي يجي بحاله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.